أن تتفكروا فيما تأكلون. يعني الفواكه تنضج تباعاً، الله عز وجل مبرمج الفواكه في الصيف على مراحل. أول شيء اللوز، الكرز، المشمش، التفاح، الإجاص، الدراق، العنب. لو أنها نضجت كلها في يوم واحد ماذا نفعل بها؟ الآن الفاكهة الواحدة تنضج تباعاً، البطيخ ينضج خلال 3 أشهر في أيام الصيف. يعني من ضمن حق البطيخ يقطف منه كل يوم مركبة، 90 مركبة قال لي واحد، ينضج خلال 3 أشهر. أما المحاصيل تنضج بيوم واحد. لو كان القمح ينضج خلال 3 أشهر عمل فوق طاقة الإنسان، بيمسك سنبلة سنبلة، استويت لنقطعها. القمح يوم واحد، المحاصيل يوم واحد، الفواكه مبرمجة فيما بينها على 3 أشهر، ومبرمجة في الفاكهة الواحدة هالنوع من الفواكه شهر، 20 يوم، 10 أيام. تصميم من؟ برمجة من؟ حكمة من؟ انظر للتفاحة، حجمها معقول، لونها زاهي، رائحتها عطرة، قوامها معقول، تأكلها بأسنانك. لو كان تفاح كالصخر مطحنت حجار. لو التفاح له رائحة كريهة لا تأكله، رائحة على لون، على حجم، على قشر يحميها. يعني فكر بفاكهة فاكهة، جزء من إيمانك. هذا طريق معرفة الله، فلينظر الإنسان إلى طعامه، الفواكه، القمح، الشعير، الحمص، العدس، هذا الطعام الذي نأكله، وهذا الحليب الذي نشربه، وهذه الفواكه التي نأكلها. تصميم من؟ مين بيقدر يوصف لي طعوم الفواكه دون أن يذكر اسمها؟ وصف لي طعم الإجاص حلو، والدراق حلو، والتفاح حلو، والتوت حلو، وكل الفواكه حلوة، بس كل فاكهة بطعم. هل بإمكانك أن تصف لي طعم الفاكهة دون أن تذكر اسمها؟ ما بتقدر. طعمة مشمش بدك تقول مشمش، ما بتقدر. من دون ما تقول مشمش فيك توصف الطعام؟ ما بتقدر. الله عز وجل قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. قرآن هذا، الله عز وجل يلفت نظرك إلى هذا، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الفاكهة الواحدة، في تفاح أصفر، في تفاح أحمر، في تفاح حامض، حامضي شتوي، في تفاح سكري، أنواع منوعة، إلى 400-500 نوع في تفاح، كل فاكهة أنواع منوعة. تصميم من؟ يعني من أجل أن نعرف الله لا بد من أن نصل أن نفكر في مخلوقاته. مرة ثانية، فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا أمر قرآني، وكل أمر يقتضي الوجوب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.